يخرب بيت عقلك يا دنيا، هو ده وقته؟ يا دنيا خير؟ ايه؟ هي فين؟ جوه في اوضه النوم. مين عمل فيها كده؟ ما اعرفش، انا رجعت من بره لقيتها عامله كده. طب ايدك معايا بسرعه. على فين؟ على اقرب مستشفى. هنا وكفايه، تقدر تستنوا هنا. دكتور دنيا، ايه اللي حصل؟ انا قلت لك يا حربي، انا رجعت من الكباري لقيتها عامله كده اهوت. هي مش كانت معاكي؟ ايوه هي جت معايا، بس هي مشيت بدري. راحت على فين؟ راحت عند عزيب عشان تاخد بقيت حسابها. اصلي راحت له من يومين وقالت له ان هي خلاص مش عايزه تشتغل تاني في الكباري. فلما اتاخرت وسالت عليها قالوا لي ان مرة عدى عليها وخدها على عوامه. عوامه؟ هو عزام اللي عمل فيها كده؟ والله العظيم ما اعرف، اقسم بالله واحد ربنا ما اعرف. انت قريبها؟ لا، بس معرفه، معرفه قريبه قوي. يعني احنا لازم نبلغ البوليس. بوليس ليه؟ البنت اللي جوه دي اتضربت جامد جدا واغتصبت بمنتهى العنف. ايه؟ اغتصبت ازاي يعني؟ عشان كده احنا لازم نبلغ البوليس. دكتور ايه ده؟ معلش يا دكتور انا اسف. حضرتك متجوز؟ متجوز؟ لا. ليه؟ طب ليك اخوات بنات؟ ايوه عندي اخوات بنات. لو واحده يعني من اخوات حضرتك حصل لها كده زي ما حصل لدوحة، ترضى تبلغ البوليس وتفضحها؟ عموما أنا هعمل لها اللازم وهتقعد الليلة تحت الملاحظة، والصبح تعال خدها. الدكتور قال لك يا حربي، حربي الدكتور قال لك ايه؟ حربي ترى على فين؟ مشوار كده وهرجع على طول. طب والنبي ما تتأخرش، بس عشان لما الدكتور يجي ناخد دعاء ونمشي. إن شاء الله. ومين اللي قدم البلاغ ده يا باشا؟ السؤال ده تسأله لنفسك يا نعيم، تسألونيش أنا. أنا كل اللي أعرفه إن رجالة الداخلية قالوا لي إن عزام وعنتر الاتنين تحت المراقبة. يعني الاتنين دلوقتي بقوا كروت محروقة. وأنت لازم تتصرف وبسرعة وتبعدهم عنك خالص. قبل ما رجلك أنت كمان تيجي معاهم.
ايوه بس ده في بضاعه بملايين في مخازن عنتر وعزام لسه هيسلمها للموزعين. دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. طب ممكن سعادتك تعطل الموضوع باي شكل يعني على الاقل لحد ما اقدر اتصرف؟ انا اللي عندي قلته لك يا نعيم، ما عنديش حاجه تانية اقولها لك. الحق الموضوع ورتب امورك وابعدهم عنك بقدر الامكان، لان الموضوع ده لو بهوى مش هنعرف نلمه، وساعتها بقى لا انا هعرفك ولا ليا دعوه بيك. لا انا مضطر امشي، عندي اجتماع بعد نص ساعه في الحزب. يا حربي. يا صلاح. تعال. ايه اللي جابك بدري كده؟ فيش قلت اعدي عليك كده ندردش على رواقه. اتصرف يا دانس، عامل لك شاي؟ لا ماليش نفسي. طب تعال معايا. تعال. ايه يا حربي، مال شكلك تعبان كده ليه؟ لا اصل ما نمتش من امبارح. خير؟ حصل حاجه في اسكندريه؟ لا. جوا اسكندرية مشي زي الفل، بس الحقيقة يعني في مشكلة كده مش عارف اتصرف فيها ازاي. ايه خير؟ مش خير خالص يا صلاح. ما تتكلم يا حربي بقى. عزام، عزام استغل ان انا وزين سافرنا اسكندرية واستفرد بدعائه وضربها، ضربها جامد قوي يا صلاح. ضربها بس؟ طب هو عزام يعمل كده ليه طيب؟ عشان مش عارف يوصل لنا انا وزين، حب يكسرنا ويذلنا. هو زين عارف بالموضوع ده؟ كويس، مش لازم يعرف اصلا. زين متهور يعني، الدم يفور في دماغه وتصرف تصرف كده ولا كده يوصل للباشا يضيع كل اللي عملناه. يعني ايه؟ هنسيب عزام يفلت باللي عمله؟ لا مش هنسيبه يفلت، بس انت عارف البلاغ اتقدم امبارح يعني كلها ساعات، والباشا هيوصله خبر ويتصرف مع الاثنين عنتر وعزة. عنتر؟ بس احنا ما اتفقناش على كده يا متر، ما اتفقناش نجيب سيره عنتر في البلاغ. حربي احنا في لعبه ما ينفعش فيها عواطف، فرصه وجات لنا لحد عندنا نخلص من الاثنين في ضربه واحده، نضيعها؟ ايوه بس عنتر ده عمره في حياته ما فكر ان هو يأذينا، وطول عمره جدع معانا. ومتش عرفك بعد ما خلصنا من رشوان وهنخلص من عزام، عنتر الفار يلعب في عبه ويقلق فيقلب علينا. بص هي الفاس وقعت في الراس، ولازم نخلص من الاثنين، عشان لازم نخلص من الاثنين عنتر وعزام، ساعتها مش هيبقى فاضل غير عدلي. عدلي؟ ليك فاكر ان عدلي بعد ما نخلص من الاثنين دول هيسكت؟ ده هيستموت لحد ما يزيحكم من طريقه، علشان كده لازم نخلص منه هو كمان. ساعتها الطريق بقى مفتوح قدامكم للباشا الكبير مباشرة، من غير لا محاسيب بقى ولا وسايط، وعايزين ساعتها تقفوا لحد كده انتوا احرار. عايزين نكمل ونقلشه هو كمان، دي مسألة نفكر فيها لما نوصل لها، لكن عدلي هدف أساسي وده بقى تسيبه لي أنا. أنا هرتب له وأدبر له وأخطط له، وأنا بالفعل ابتديت. صلاح موضوعك مع عدلي ده أنا موافق عليه ومديك فيه مليون حق، بس حكاية عنتر لا. شوف يا حربي، إحنا هدفنا الأساسي نطلع لفوق، فوق قوي، ونبقى راس براس مع الباشا الكبير، غير بقى حد يعكسنا ويقف في سكتنا. الهدف ده اوعى العواطف تنسهولك، ولما تفكر ما تفكرش بقلبك، فكر بده. ايه سرحت في ايه؟ سرحت في كلامك اللي قلتولي زمان اول ما خرجت من السجن، لما قلتلي عشان نطلع فوق لازم نطلع سلمة سلمة وما نستعجلش لا نقع على جدور رقابينا. مش كان كلامك برضه يا صلاح؟ ايوه بس واحنا بنطلع سلمه لازم نبص على السلمه اللي بعدها اللي لازم ندوس عليها ونعديها. لازم نعمل حساب كل حاجه، ما نسيبش اي حاجه للصدفه، اي حاجه علشان ما نقعش على جدور رقابينا زي ما انت بتقول.
ماشي يا صلاح ماشي. هي دعاء فين دلوقتي؟ امبارح بالليل نقلتها هنا ودنيا على المستشفى، المفروض كمان شويه اروح اخدهم اركبهم على البيت. كويس. المهم ان زين ما ياخدش اي خبر بالموضوع ده خالص لحد ما نشوف المساله هترسى على فين وتنتهي ازاي. دي التليفونات اللي على الصبح دي. ايوه يا باشا تحت امرك. ايه يا عدلي؟ ساعة على ما ترد على التليفون. انا اسف يا باشا، اصل كنت في الحمام. البس هدومك وتعالى لي على المزرعة فورا. ما ينفعش دلوقتي يا باشا، أنا المفروض أبقى في المحكمة بعد ساعة، عندي جلسات وقضايا. عدلي نص ساعة وتكون عندي، أنت فاهم؟ أمرك يا باشا. حصلت لحد كده يا دنيا؟ حصلت تبيعي دعاء العزام؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج، مش هي دي الحقيقه؟ مش انت اللي جرجرتيها للكباريه والسهر والخمره وفي النهايه سلمتها للكلب اللي اسمه عزام يعمل فيها اللي هو عايزه؟ انا؟ حرام عليك، حرام عليك تظلمني، قسما بالله وديني ما عبد ما كنت اعرف ان حاجه زي دي ممكن تحصل. ولا حتى جيب بالي دي دعاء زي اختي، زي اختي يا حربي، من لحمي ودمي. هل هي لحمي ودمي يا اخي؟ مش مصدقني يا حربي؟ مش مصدقني؟ طب لو مش مصدقني اقتلني، خش المطبخ جيب سكينه واقتلني. اول عليا مليون مره انك تفكر في حاجه زي دي. زين، زين لو عارف باللي حصل ده هيولعها نار. ما هو زين مش لازم يعرف، عشان لو عارف ممكن يأذيها. انت مجنون، ممكن يودي نفسه في 60 داهية. ده المفروض انه جاي ياخدها النهارده يرجعها لبيت ابوها عشان يتجوزها. يا والنبي يا والنبي يا حربي، اعمل اي حاجة، ما تخلوش يجي عشان خاطري اي حاجة، بس امنعه. مش عارف اعمل حاجة، مش عارف اعمل حاجة، مش عارف اعمل حاجة.